كنعرفهمش، جاو هما من زاكورة. الوقت اللي جابوها من جابوها عائلتها ولد عمها وامها وداوها للكلينيك في طالبرشت، ولدت تماك. انا ديك الممثله لقاتني معاهم قال لك باو فين يحطوا الدريه، خافت عائلتها وسميتو. قلت لها صافي ماشي مشكل، قالت لك راه غادي نبدا نصيفط لها شهر شهر المصاريف ديالها. المهم بنتي يومين جبنا الدريه، هذيك السيده دارت الفتيح ما ولدتش عاديه. يومين جبت انا الدريه، كان الحال السبت، نهار الحد غير خرجوها من الكلينيك امها وولد عمها. خرجوها من الكلينيك من تما داروا زاكوره، ما عطاوني لا الحليب للدريه ولا باش نداويها. عرفتي ملي كتخرج التربيه خصها الدواء البوط، خصها هذه، خصها هذه الحليب. ولدتها ولحت عليك وخلات صافي وزادت. جلست اسيدي هي اللي كنتسنى لحد هالاثنين، درت تليفون، درت لهم التليفون قلت لهم ايوا الدريه اللي من خليتوها وانا حجرتوني على خدمتي. انا كنت خدامه في عند فلسطين غنشد لها الدريه ديالي زعما الحمد لله. صدقكم حجريني انا لين الدريه فين غتلوح، تلوح على المربيات غادي تكرفسوا لك عليها. تخليتي عليها ما كيف ما درت وحله. جلست انا لديك الدريه، جلست من خدمتي قابلتها. الناس بعدا كاين تيتعاونوا معايا والفنانين ديالنا الله يكثر خيرهم تيتعاونوا معايا في داك الحليب، هذه لي كوش ديالها الحليب ديالها. باق جلست 15 يوم انا خصني ندير للدريه الجلبه ديال الزياده. اتصلت بهم لقيت التليفونات سدوهم. فاش خلاو لك البنت صافي صافي سدو التليفونات، جوج تليفونات عطاوني استاذ ميكرو قرب، جوج تليفونات اللي عطاوني. مشيت عند طالب رش الكنيك فاش ولدت. دخلت عند الطبيب قلت له ودي غادي تعطيني الورقه باش ولدت ما، قال لي الدواء. قلت له لا ما داوهاش، غتعطيني ورقه باش ولدت امها ولا راه غنمشي انا عند المخزن غنجيبو لك تعطيها ليا. دخل البيرو باق بربلاق جبد ليا السيد الورقه عطاها ليا. تما فين مشيت درت لها الجلبات الزياده، حيت ما يمكنش يديروا لك الجلبات الزياده الا ما كانتش الورقه ديال الزياده باش ولدت امها. مشيت للحومه عندنا درت للبنت الزياده ديك الجلبات الزياده، من تما تبعت لها مسكينه الجلبات ديالها حتى وصلت 5 سنين. لا لا ما بانتش. جا عندي واحد ولد اختي خدام في المخزن، قلت لها ودي راه هاد الناس راه زادوا خلاو الدريه ودابا حرت ما عرفت شنو غندير هذا. مشيت للبلاصه فين ساكنه ديك الممثله حيه حتى تما، حيت حتى السيد صاحبو اللي جابو ولد عمها لديك الممثله ساكن تما. نضع تاني واحد النمره ديال الاداره ديال ولد عمها خدام في المقاطعة تما في زاكورة. واتصلت به قلت له ودي هاد الدريه اللي من خليتوها وهذا، قال لي ربي صبري عليا تيجي خويا من فرنسا راه ما بقاو عندنا الفلوس دابا. قلت له وانا مال اخويا خصني الاولاد، راه عندي انت راه ما ندير غير هذا الشيء اللي عندي. وزدتوا لي حجرتوني على خدمتي والدريه بغات المصاريف والحليب، ماشي بنادم اللي تاكل بحالك بحالو. المهم عليتناش قست سيدي شي ايامات وانا ندوز ليه داك ولد اختي. قال لها الدريه دابا شنو غديروا في مصيرها؟ راه الا ما تفكرتوها راه حنا قال لها نهضروا مع المخزن ديال تما غادي يجيبوكم. هو يقول لها سير قول لها جهدك ديرو، هذا ولد عمنا عليا انا. قلت لي ايه، قال لي هاد اللي ما دير حسنه ما يتربس. غامرت مع هذيك الدريه سير 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 سير. كبرتيها؟ كبرتها مسكينه. دابا سيدي في شهر 12 ان شاء الله غادي دير 9 سنين. يعني 9 سنين ديال المعاناه. عانيت معاها ومرضت ليا، كانت فيها الضيقه ما عرفتوش داك الشيء اصل عندهم ولا شنو، حيت ما لقيتش انا فين نهضر مع ما نقول لها واش داك الشيء وراثي عندكم ولا شنو. واحد الشهر خسرت عليها 90,000 ريال، نطلب من هنا ونطلب من هنا باش ما تموت الدريه. ربما الوضعيه ديالك واشنو استاذ زعما عانيت معاه، حيت انا كنتمنى سيدي ربي يخلف لي داك الشيء اللي بيت يعني بحال بغيت لاجر واحد لاجر. وحتى الوالده الله يرحمها قبل ما تموت يلا عندها 15 يوم قالت لي ربي بنيتي السخط الرضا، تهلاي في ديك البنيه ما تفرطيش فيها. وحده خفت السخط الوالدين. والام ديالها ما عمرها بانت؟ لا تا درت واحد الفيديو عاد بانت، هضرت في التليفون قلت لها شكون معايا، قالت لي معايا امي مالك.
قلت لها اش داكشي اش بغيتي؟ قالت لي يا ربي لا ما غيري الفيديو وقولي ماشي هي راه غير غلط. قلت لها شوفي يعني اشنو واش بدات شي حياه جديده؟ خافت لا تريش جوجات قالت لك في الرباط وكونت عائله ولدات جوج بنات ما بقاتش في زاكوره. قلت لها واش انت دابا بغيتي تعطيني الحبس بحال يعني بلاغ كذب؟ قلت لها انا راه ما درت هكاك، حتى مشيت للمحكمه، مشيت للكوميسار الكبير، مشيت للدائره الثانيه، عاد باش صرحت يعني بتنكر لبنتها الله يرحم والديك. وهي باش غلطات ملي خلاو الورقه باش ولدات في الكلينيك ما عرفتش واش غنجيبها، تما فين عرفت سميتها وكنيتها. اما انا براسي غنتخشم كل ما تحت في ديك الورقه، انا براسي ما غنعرف سميتها، ما عرف كنيتها، ما نعرف فينا بلاد كاع فاش كاينه. هي ولدات شي دراري اخرين تزوجات؟ قالت لك اسيدي في الرباط كونات عائله. العار قالت يا خفت، قالت لي راه تشرد العائله، قالت لي غادي تشرديني وهذا. قلت لها وانا مالي، انا نتكرفسي عليا. وما سولتش على بنتها؟ صافي من ذاك النهار الى يوم هذا ما تلات سولات عليها. صافي انا جلست من الخدمه ملي مرضت بالقلب، صافي ما لقيت جهد للدريه وصافي وبقيت ندابزه معاها وهكاك. والله الا دخلتها مسكينه المدرسه الى الادوات وما كملتهمش ليها، وتتقول لي يا ماما راه ماما بيت الادوات راه غادي تطردني المعلمه، تخاصم عليا المعلمه. قلت لها بنيتي انت ما كسيتها كيف البنات، ما كملت لها الادوات الغالب الله، حيت انا في دار الكرا وعندي ولاد اخرين ويد وحده. هادشي اللي ايوا كنطلب انا دابا الدريه، انا ما سخيتش انا نخليها، ما سخيتش انا نعطيها لحتى شي حد، وهي براسها امها تطلب من امها تجي تصيب الوريقات لبنتها كما قال لي الوكيل. قال لي الا بنت امها تجيب ربعه ديال لي زيكستريات وربعه ديال الفوتوكوبيات ديال لاكارت ديالها وتجي قال لي لعندك لهنا لاكادير تكتب معك عند كاتب عمومي وتمشي بحالتها. وانت قال لي تجيبي السجل العاجلي فين تزادت في طالبرشت وشهادات الخلق عندك في السيكتور. البنت واصله على الوراق؟ ايوا راه مسكينه راه واصله على الوراق، راه دخلنا غير بالورقه ديال الجلبه والورقه ديال هي دابا الا وصلت السادس غادي يطلبوا لها سميتو باش تدوز للكوليج. ويا مسكينه راه حتى هي مسكينه صابره، قالت لك بيتها ماما غير وريقتي، ايما قالت لك غير تمشي الله يعاوننا ويعاونها. صافي وانا دابا مرت بالقلب، انا جالسه حداها والكرا والمشاكل والدريه ما سخيتش بها كيف ما درت مع الخدمه، ما تليتش كديت عليها حيت عندي العرق ديال القلب مبوشي. واش باش ما ديالك اللي بغيت تعاون معاك؟ الرقم ديالي هو 6 0 6 62 64 0 3 86. لا تنساوش تشتركوا معنا في جميع صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وتفعلوا زر الجرس باش توصلوا بالجديد ديالنا على رأس كل لحظة.